لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نصب العشرات من أبناء قبائل المصعبين وقبائل بيحان بمحافظة شبوة مخيم اعتصام في مصل العيد، المكان الذي خطب فيه الشيخ عبد الله الباني مدير مكتب الصحة في المديرية قبل اغتياله للمطالبة بالقصاص من قتلته. وأشارت المصادر إلى وقوف حلف أبناء وقبائل شبوة إلى جانب قبائل مصعبين وبيحان عامة في مطالبهم العادلة وتنفيذ القانون ضد الجناه. وقالوا في بيان لهم: وأننا إذ نسمن الخطوات التي تقوم بها السلطة المحلية بالتحقيق وتسليم الجناه للعدالة، فإننا نؤكد أن الإسراع في المحاكمة العادلة وتنفيذ الشرع والقانون في المتورطين هو الإجراء اللازم لدرء الفتنة وقطع الطريق على من يريج الزج بشبوة في فتن وصراعات عبر توظيف الجرائم سياسيا. ودعا الحلف أبناء شبوة كافة إلى التلاحم والمطالبة بالعدالة ونبذ العصبيات السياسية والقبلية والاحتكام إلى صوت العقل والحكمة وإغلاق الطريق أمام أصوات الفتنة. وكانت قد أعلن موقع وزارة الداخلية أن شرطة محافظة شبوة ضبطت 8 من المتهمين في قتل الشيخ عبد الله الباني وإصابة آخرين يوم عيد الفطر المبارك. وأوضح موقع الوزارة أن شرطة شبوة أوضحت أن عملية المتابعة والتحري وشهادة الشهود وجمع الاستدلالات قادت الأجهزة الأمنية لضبط الجناه. ولفتت الشرطة أن الجناه جنود باللواء السادس دفاع شبوة تتراوح أعمارهم بين 23 إلى 32 سنة، موضحة أن الجناه تم إيداعهم السجن والعمل جاري على استكمال التحقيقات وأحالتهم للنيابة العامة كونها جريمة مشهودة. تم تسريب مقطع فيديو جديد على منصات التواصل الاجتماعي يكشف فيه عن بداية اغتيال الشيخ عبد الله الباني ومن سم اغتياله بعد أداء خطبة وصلاة العيد بمسجد في شبوة. ويظهر في مقطع الفيديو عنصرين مسلحين بملابس عسكرية وهما يحاولان سحب الشيخ بالقوة قبل الصلاة ومنعه من خطبة العيد في المسجد دون مراعاة لحرمة المكان أو كبر سنه، لكنهم عجزوا عن منعه بعد رفض المصلين لذلك وقاموا بالدفاع عن الشيخ. كشف مصدر مقرب من أسرة الفقيد عبد الله الباني مساء أمس عن تحقيق إنجاز كبير في مسار القضية، مؤكدين في تصريح للمركز الإعلامي بمحافظة شبوة أن اللجنة المكلفة من المحافظ عوض ابن الوزير قطعت شوطا في تقصي الحقائق للكشف عن هوية منفذ الجريمة والأجهزة الأمنية والقضائية حققت إنجازا كبير في مسار القضية. وأضاف أن الإجراءات القانونية في القضية تسير بشكل قانوني وتعمل اللجنة المكلفة من المحافظ ابن الوزير والشرطة والبحث الجنائي والنيابة العامة عليها بصورة مستمرة حسب الأنظمة واللوائح المتبعة. وأشار المصدر إلى دور المحافظ عوض ابن الوزير في تسريع الإجراءات القانونية في القضية من خلال تشكيله لجنة للكشف عن هوية المنفذين وتوجيهاته لجميع الجهات المختصة في المديرية. ولفت إلى أن القضية جنائية وليست سياسية حسب ما تروج له بعض وسائل الإعلام والناشطين، داعيا الجميع إلى الكف عن تسييس القضية
القضية بهدف تحويل مسارها لخدمة أجندة أخرى. وقتل الشيخ عبد الله الباني في مديرية بيحان بمحافظة شبوة بعد إلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، والتي دعا خلالها بتوحيد جميع الصفوف لمواجهة ميليشيا الحوثي كونها العدو الأول لليمنيين. كانت هناك تفاصيل من شهود عيان. ما حدث للشيخ عبد الله الباني بشبوة جريمة ضد الإنسانية. حسب رواية الشهود فإن ما حدث يعد جريمة ضد الإنسانية. إغلاق بوابة المصلى بمدرعة، وكان ينادي عليهم خطيب مصلى العيد أنه سيأتي إليهم بعد أن يوصل أفراد من أسرته للمنزل، ولكن تم إطلاق النار من مختلف الأسلحة بما فيهم المعدلات على سيارة الباص التي كان يستقلها الخطيب عبد الله الباني. كان تقريبا 20 جنديا من قوات دفاع شبوة تحيط بمكان المصلى. قابلنا مصاب كانت تسكن في رجله 6 طلقات، يقول أن حجم الرصاص كثيف ينهمر علينا كالمطر من الأطقم التي كانت تغلق بوابة مصلى العيد. حسب القانون فإن من خطط وأمر بالتنفيذ شريك في الجريمة، ويجب محاسبتهم حتى لا يفلت مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. أخبار اليمن الآن. الشرعية تفصح عن أسماء قتلة الشيخ الباني وتكشف مصيرهم. قال موقع وزارة الداخلية أن شرطة محافظة شبوة ضبطت 8 متهمين في قضية قتل الشيخ عبد الله الباني وإصابة آخرين يوم عيد الفطر المبارك. وأوضح موقع الوزارة أن شرطة شبوة أوضحت أن عملية المتابعة والتحري وشهادة الشهود وجمع الاستدلالات قادت الأجهزة الأمنية لضبط الجناه. ولفتت الشرطة أن الجناه جنود باللواء 6 دفاع شبوة، وتتراوح أعمارهم بين 23 و32 عاما، موضحة أن الجناه تم إيداعهم السجن والعمل جاري على استكمال التحقيقات وإحالتهم للنيابة العامة كونها جريمة مشهودة. وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك أن طريق المفاوضات مع الحوثيين شاق وشائك، داعيا إياهم إلى التعاطي بإيجابية مع الوسطاء. أشار عبد الملك إلى أن هناك الكثير من النقاط التي لم تجب عنها ميليشيا الحوثي أو تماطل في الإجابة عنها دون توضيح تلك النقاط. وأكد في حديث تلفزيوني أن حكومته تنتظر خارطة طريق تحقق السلام المستدام وتحافظ على الدولة اليمنية، كما تبحث عن حلول عملية تحقق شراكة للجميع تحت مظلة دولة ضامنة من دون فوضى امتلاك السلاح والجماعات المسلحة. ويأتي تصريح رئيس الحكومة في ظل الحديث عن ترتيبات لعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين في منتصف الشهر المقبل، للتزامن مع جولة من النقاش بين السعودية والميليشيا. وهددت ميليشيا الحوثي مجددا باستئناف التصعيد العسكري واستهداف المملكة في حال عدم التوصل إلى تفهمات في جولة المشاورات المرتقبة. وقال القيادي الحوثي محمد العاطفي أن الأوضاع في الوقت الحالي تتجه للتهدئة، لكن في حال عدم التوصل إلى تفهمات سيتم استهداف العمق السعودي بالطائرات المسيرة والصواريخ على حد تعبيره. وتصعد ميليشيا الحوثي من خطابها ضد السعودية للحصول على مكاسب أكبر في جولة المفاوضات المرتقبة بعد إبداء السعودية تفهمها لشروط الحوثيين في جولة مفاوضات صنعاء قبل أيام. وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت أن وفدها إلى صنعاء خاض نقاشات متعمقة بشأن الوضع الإنساني وإطلاق جميع الأسرى ووقف إطلاق النار والحل السياسي الشامل في اليمن وسط أجواء إيجابية حد وصفها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.